A great soul. A great soul serves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again. ونحن موجودين بهذا المحل كلنا جد جمعنا مع بعض. بالفقرة الثانية بدي رحب بأستاذ جامعي وهو بيخدم كثير بين الشبيبة وهيك عنده روح الإنسانية كثير شخص عزيز على قلبنا كلنا. بدي رحب بأستاذ وسام حداد. جاد أكيد فخور فيكم كلكم اليوم، وبتقدروا تشوفوا بكل إنسان موجود هون، بتقدروا تشوفوا جاد. فما في جاد واحد، في جياد. بتعرفوا جاد جاد بإنسانيته، جاد كان يجيد بالألعاب النارية، جاد كان يجود بالإنسانية الحقيقية. هذا هو جاد. وإذا بدي أحكي عن جاد يعوزني الوقت، بهذا الوقت القليل اللي بدي أحكي فيه عن الإنسانية كما قالت بريسكا. بتعرفوا في كتير من الشعراء والفلاسفة حكوا عن الإنسانية وكانوا عم يتمنوا انه يكون في انسانيه بارضنا. وانا بعرف انتو اصحاب لجاد قديش بتحبوا الطبيعه وقديش بتحبوا الانسانيه. بتعرفوا بهذا الاطار افلاطون الفيلسوف المشهور حكي عن الانسانيه، حكي عن شيء اسمه المدينه الفاضله. كان بيتمنى انه الناس كلهم يكونوا عايشين بمكان يظهروا محبه لبعضهم البعض. وايضا في فيلسوف اخر اسمه فرانسيس بيكن حكي عن جزيره سماها الجزيره الفاضله، جزيره نائيه. كان يتمنى انه الناس يكونوا قاعدين فيها وعم بيقدموا المحبه لبعضهم البعض بدون اي تشويش او تلويث، هيك استعمل هذا التعبير، اي تلويث من العالم الخارجي. وتشابهت أفكار فرانسيس بيكن مع أفكار أفلاطون، مع أفكار أيضاً توماس نور مور اللي كان حكي كمان عن عالم الكمال، واللي بيقرأ عن هودي الفلاسفة بيعرف عن شو عم بحكي. كانوا عم بفتشوا على فردوس مفقود، كانوا عم بفتشوا على مكان مفقود. بالفكر اللاوعي تبعهم كانوا عم يتمنوا هيدي الأماكن، إن كانت جزيرة أو عالم متكامل أو مدينة فاضلة، كانوا عم يتمنوا أن تكون بعيدة عن هيدا العالم اللي نحن عايشين فيه. وكأنهم كانوا عم بيقولوا أنه صعب كتير أنه للإنسانية لوحدها أنه تتطبق بحزافيرة مثل ما كانوا هني بيتمنوا. كان يشوف فرانسيس بيكن بقلب هيدي الجزيرة النائية أنه هناك أنهار مي تشفي بتخلي الإنسان لما يكون عن جد إنساني من جوا. لكن اللي دفعهم أنه يتمنوا هيدا الشيء أنه يكون بعيد عن هيدا العالم، لأنه حسوا أنه هيدا غير قابل للتطبيق، غير قابل للتطبيق. كانوا عم يتمنوا يكونوا بهيدا الفردوس. أطلقوا لمخيلتهم العنان، أطلقوا لمخيلتهم قد ما فيها تروح بعيد، ويتمنوا أنه يكونوا عايشين هودي الناس كلهم بمحبة حقيقية. بس للأسف ما كانوا عم يوجدوهم. حتى اجى انسان، حتى اجى انسان اسمه يسوع المسيح. هيدا الانسان صار مثلي ومثلك. اذا انت بتحس انه صعب انك تطبق مبادئ الانسانيه والاخلاقيه، اجى يسوع ليقول لك
أنا إنسان مثلي مثلك، بحس مثل ما أنت عم تحس. حكيت كلامك، مشيت على أرضك يا إنسان، وأكثر من هيك مستعد إنه ساعدك حتى ترجع هيدا الفردوس المفقود اللي أنت عم تنشد فيه وتتخيله. أنا رح ساعدك بقوتي وبعملي اللي عملته من أجلك يا إنسان على الصليب، إنك أنت تقدر توجد هيدا الفردوس المفقود ويصير اسمه فردوس مردود. الرب يردك إلى الفردوس اللي أنت عم بتفتش. وهيدا كان جاد عم بيتعب إنه يعمله لما كان يروح يظهر إنسانية حقيقية للأولاد بمناطق نائية. كان هو عم يخدلهم إنسانية يسوع. اللي بيعرف يسوع حقيقة بيعمل أعماله بشكل تلقائي وليس بشكل كأنه إنه أنا بشاهد بعمل اللي علي، بعمل اللي خبروني عنه الناس، بعمل الطقوس الدينية اللي خبروني إياها واللي عشت كل أيام حياتي عم بتعلمها، بس بأرض الواقع وعند المشاكل الحقيقية بلاقي حالي مني إنساني، بلاقي حالي عندي حقد، عندي طائفية، عندي تعصب، بلاقي أوقات أنا بكره الإنسان الآخر بمجرد أنه هو بيفرق عني. لكن صدقوني بالعلاقة الحقيقية مع المسيح، وأنا اختبرتها من 26 سنة، تقدروا تختبروا الإنسانية الحقيقية. يا جد نحن كلنا منحبك وعم نتذكرك بهودي 27 سنة كيف أنت زرعت شيء مميز ما بيروح. مرسي كتير لكم وربنا يبارككم.